وضيف النشرة معنا الآن نقيب أطباء النجف ومدير مستشفى الأورام الدكتور حيدر الشبلي. أهلا بك دكتور. يعني المرضى هذه الأمراض الخطيرة من يتحمل مسؤولية السفر وعناء يعني مسألة الأدوية الغالية؟ ليش ما نفتح مراكز لعلاج أمراض السرطان في كل المحافظات والعراق قادر على ذلك؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. طبعا هو الموضوع موضوع الأورام موضوع شائك، لأن مراحل تطوير اهتمام بهذا الاختصاص، اختصاص الأورام متأخرة قامت بها الحكومة العراقية بسبب أنه هناك مشاكل تراكمية وعدم اهتمام بهذا الاختصاص، والذي وصلنا إلى هذه النتيجة على مستوى أنه مستوى العراق، أنه مثل ما تفضل حضرتك، أنه ليش ما تتوفر مراكز تخصصية لعلاج الأورام في المحافظات؟ هي أسباب عديدة. أول وجود عدم وجود بنى تحتية، وبالإضافة إلى أنه عدم وجود عدد أطباء اختصاص يكفي لهذه المراكز. تدري أو بس مو بس أطباء، أطباء وكوادر صحية وكوادر تمريضية وكوادر صيدلية وجميع الاختصاصات، بالإضافة للاختصاص التقني والفيزياوي، يعني تيم كامل للعمل في المراكز التخصصية. عدم وجود البنية التحتية، عدم وجود الكوادر بعدد كافي، هذا السبب اللي نمر بها ساحنا. عدم متوفر هذه جميعها، وبالإضافة يقابلها بالوقت نفسه هو الزيادة العددية بعدد المصابين بالسرطان، خلانا أمام هاي الأزمة. هاي الأزمة للأسف ما يكون أنه مسؤول من المسؤولين يعني ما أخذها بنظر الاعتبار وبنظر الاهتمام، لأن خلينا نكون واقعيين، وباعتبار أنا اختصاص طبيب أورام، هم أغلب المصابين بالأورام واللي يعالجون بالمؤسسات الصحية هي من معدومي الدخل، ودائما أكررها أنا بكل لقاء. لذلك الاهتمام بهذه الطبقة أعتقد يعني غير مجزي وغير يعني ملائم. طيب. ووضعهم.